أمر بيك معلومة اللي تعرف عن ماينكرافت. حلقة التالتة، تقدر تزرع وردة على شكل فون وتعمل إضاءة في المكان لكن بالأوامر. تعرف إن النار كانت آيتم في الماضي وتقدر تعمل منها دروع في الكرافتين تيبل. بدل التنين والمرشوم والإند بورتال فريم بيعملوا إضاءة خفيفة في المكان. لو نقلت الهوجلين للعالم العادي هيتحول لزوجلين بعدها بثواني وهيهجم على أي موب يشوفه قدامه. لو كتبت هاشتاج بلوكس هيطلع لك بلوكات النذر بس. لو عبيت مربع من الماء والأرضية سويل ساند هتعمل فقاقيع، ولو رميت فاير شارج هتفضل تتنطط لحد ما تخرج بره. لو خايف تقع في التلج ومش معاك بوت من الجيل تقدر تستعمل البو اللي عليه فليم علشان تبعد التلج. دي بعض الطرق عشان تحبس مكعب من الماء بالشكل الغريب ده، ولكن بتاعه الكوف بتشتغل كمان معاها اللافا. تقدر تحط ماء داخل بعض بلوكات ماينكرافت وتحط فوق الطحالب وتعمل شكل جامد. تقدر تعمل من الطحالب اشكال وطرق واشكال غريبه ومتاهات في البحر. تقدر تستعمل فاير وورك بالكراسبو وتحدد الاتجاه براحتك. كلنا عارفين ان البيجلين لما بيدخل العالم العادي بيتحول للزومبي بيجلين، والهوجلين بيتحول لزومبي. طب بالنسبه للبيجلين بتاع القلعه الاسطوري ده اللي بيحصل له؟ هل بيتحول لكائن اسطوري؟ لا، بيتحول لزومبي بيجلين ماكسيك اكس دايموند ذهبي ضمن الدقة هيجيب دم. لو دخلت عالة التطوير وانت كده متخفي وعامل نفسك مش موجود برضو هتشوفك والكتابة يتفتح ليك كأنك ظاهر عادي جدا. الزجاج المظلم مش الاسود تقدر تكسره بايدك، بيتصنع من الاحجار الكريمة. ده اسمها في المترجم. لان انا اعرف ان السجاد بيتحط على الارض، لكن اللي يمكن ما تعرفوش انك تقدر تحطه على خيط عنكبوت، على الماء، على سلاب، على زر، وعلى سجاد، وعلى الزرع، وعلى النار، بس شوية ويتحب. بوشنات ماينكرافت كتير، لا بجد كتير جدا، لكن في واحد سر ما تقدرش تجيبه غير بأوامر بس ملوش لازم. كلنا عارفين وشفنا قبل كده شموع الاند وان شكلها جامد جدا وبتفضل تجمع منها كتير، لكن تعرفوا انك تقدر تعملها في السرفايفل. ودي الطريقه. التطوير اللي على الكريسبو دي هتخليك تيتل مجموعه كبيره من الموبز في نفس الوقت. لو عايز تطير بالاليترو ومعكش فاير وورك استعمل بو عادي عليه سهم سلو فولنج وهيطيرك. البرق يقدر يشغل بوابه النزل. اللحوم البركانيه مش هتحميك من السكوت من مكان مرتفع. تقدر تكسر اله التطوير ايدك رغم انها اوبسيديان وهتحصل على الايتم. لو في زومبي بيولع ما تحاولش تحميه زجاجات الماء الصغار لانه في الاخر هيموت ويمكن كمان نصر. كلنا عارفين انك تقدر تستعمل بون ميل على الجراس بلوك عشان تطلع لك ورد وحبوب، لكن تعرف انك تقدر تكبر بيها المنطقه الزرقاء والحمراء بتاعت النذر بالبون ميل على بلوكه النذر العادي. دلوقتي على اليمين ازرق وعلى الشمال احمر. ايه رايكم؟ البلوكه اللي هتتلون ازرق ولا احمر؟ اكتب في التعليقات دلوقتي توقع البلوكه اللي هتظهر وحط لايك واشترك في القناه والبلوكه هتطلع يبقى عشوائيه، لان جربت كذا مره وكل مره بيحصل حاجه عشوائيه. لو انت بتولع ومشيت فوق الشمع المطفي هتقدر تولع. الايفوكر طويل شويه لما بيركب في المركب بيبقى ده شكله من تحت. شموع الاند لو حطيت جنبها لافا هتتحرق وتختفي. شموع الاند لو حطيت جنبها ماء هتعدي منها، بس الكلام ده في البيدروك بس مش في الجافا. عمرك جربت تحط فاير وورك على برش بليت؟ ايه اللي هيحصل؟ انه هيشتغل الفاير وورك هتطير عادي. لو عملت افكت فاضي في البيدروك مش هيحصل اي تغيير. شعاع البيكون بيعدي من الفوانيس. الايتم اللي بيتحط على القطعه دي اللي ناس اسمها بيبقى ظاهر برضه في الجهه الثانيه. تقدر تدخل بلوكات جوه الاندر كريست. لو استعملت امر الحصول على بيدتر سبون وما قلتش اسم الموب هيعطيك بيضه كروين مختلفين تمام. ولو عملت نفس الامر لكن مع اضافه ارقام ديت هيعطيك كروين مخفيين. الزومبي يقدر يستعمل تطوير تجميد الماء. هل الزومبي يقدر يستعمل التوتم علشان ما يموتش؟ الاجابه ايوه، ويقدر، واغلب موبز في ماينكرافت يقدروا يستعملوا التوتم. في ماينكرافت بيدروك لو كتبت الامر ده هيرسم لك كلب لونه بالكامل احمر، وتقدر كمان تلونه بالكامل بكل الوان ماينكرافت. حاولت تجيب جرس بالاوامر وكتبت في الاخر اربعه هيعطيك جرس مجلش بالشكل ده. جميع انواع المشروم تقدر تستعملهم كوقود للفور لو ما فيش فحم. السيف بيكسر ورق الشجر اسرع من ايدك في ماينكرافت بيدروك. تقدر ترسبن ايرون جولم باستخدام الديسبنسر. الماء لا يعتبر بلوكه كامله، ولو قارنته ببلوكه الزجاج او اي بلوكه هتلاقي اقصر شويه منهم بحوالي 3 بيكسل. البيستون يقدر يدفع السجاده لقدام. البيلجرز مش بيهاجموا اطفال كرويين. الكتابه اللي على الساين ديت هتفضل ظاهره حتى لو ورا بلوكات العسل. كلنا عارفين انك تقدر تحول بارة المشروم للون الرمادي عن طريق البرق، لكن تعرف ان الضرب التاني هترجع لشكلها الاساسي. الريدستون بيفضل شغال فوق سلالم البامبو او السكافولد. الاوجلين او الزوجلين بيشوفك من بلوكه واحده وكمان بيقدر يمشي فيها في المسافه دي. تتخيل النوع ده من الاشجار بيحول الديرت للون مختلف وكمان بيخترق الحجار. في البيدرو بتقدر تحط ماء جوه البست. رؤوس الزومبي بتخترق الشبابيك. تقدر توقف ضربات الشلكر بكرات التلج وكمان بالاسود. تقدر تركب عربه سكك الحديد مركب في نفس الوقت. تقدر تحط شباك وتقفله وتفتحه بوجود الايتم فريم. الزومبي الغرقان اللي معاه الترايدر يقدر يحول الكروي لزومبي كروي بدون ما يلمسه باستعمال الترايدر. تقدر تلبس الكروي بامكن بالشكل ده، لكن الزومبي برضه هيعرف الكروي وهيهجم عليه. الزهره دي لو نظرت ليها من اي اتجاه وفضلت تتحرك حواليها هتفضل برضه اتجاهها شمال.
يا سكتها شمال يا جماعة. ايه السبب ما عرفوش؟ اكتبوا في تعليقات. مستحيل تقدر تحط ايموجي في ماينكرافت جافا اديشن. لو رميت اندور بيل في السماء بعدها طرت وراها ونزلت بكل سرعتك ولمستها هتموت. الانفل لو وقعت على الايتمات هتخسرها ويختفوا. الانفل لو وقعت على صبار هتتكسر. تقدر تستعمل الانفل كسلم لكن لو حاولت تطلع على حيطه هيحطت انفل مش هتعرف. تقدر تحط تلج عادي جنب الصبار والصبار مش هيختفي او يتكسر. الزومبي هيوقع عليك بطاطس مستويه لو قتلته بسيف ناري. وبعيد عن السيف الرحل رسميا يا جماعه عملت حساب في سريدر سريد مش عارف اسمه سريد صح سريد صايب. روح تابعني هناك بنزل تحديثات عن القناه واتفاعل معاكم. لو عايز تشارك في فعاليات اسطوريه والعاب براحتك مع ناس جديده من متابعين قناتي حياك في سيرفر ديسكورد اللينك في التعليق المثبت. البلجن لو اتكسر الكوزب بتاعه مش هيعرف يضربك. زومبي مش بيعرف يمشي على السجاد. دمج النار هيخليك تنط بلوكة ونص. جميع انواع الشجر تقدر تعمل بيها حيطه في ماينكرافت. مش هتقدر تعدي بالمركب من كتله الزجاج الصغيره دي. لو مت تقدر تبنتي في نفس المكان بعد الايتمات اللي هتترتب نفس الترتيب بتاعك. كان في جليتش انك لو فتحت بوابه الاند وفحرت تحتها وحطيت السرير ونمت عليه هتصحى تلاقي نفسك في الاند. ولو قتلت نفسك بهدف انك ترجع تتراس بين تاني في الاند وانت حرفيا اتحبست في الاند. لو لقيت الاماكن الجديده بتاعت الحفريات انزل تحتها تطلع بدايموند كتير ونسبه انك تلاقي الدايموند تحتها مؤكده حرفيا. تم اضافه كراويين بايوم الكرز وتقدر تجيبهم بالاوامر لكن لسه لم يتم اضافه قريه بلوكات الخشب الورد. لو حاولت تعمل بوابه مزدوجه حرفيا الموضوع هيكون مستحيل لكن لو رحت من الشنقات وجربت تعمل نفس الشكل ده البوابه تشتغل. بتعرف تعمل بوشن للحظ الجيد الطريقه سهله هتحتاج بس رجل ارنب وهتعرف تعملها. لبست راس التنين مش التنين مش هيحاول يقتلك. كلنا عارفين ان راس ستيف بنجيبها من الكرييتيف. لو حطيتها على بلوكه الموسيقى مش هيعمل اي صوت. في اتشيفمنت في اللعبه هتاخده لو جمعت كل انواع الزهور وحطيتها في وعاء بالشكل ده. صوت كسر القطع الفخاريه الجديده مقتبس من صوت كسر بيض السلاحف. الشجر المرمي على الارض موجود في البيدروك ومش موجود في الجافا. بلوك الكوبر معروف شكله لو حطيته في مكان بيبقى عنده مده علشان لونه يبهت ويتغير لكن في النازل لو حطيت البلوكه يتغير لونها في ثواني حرفيا. فكره حرق الذره في الفرن هي اغبى حاجه في التاريخ لانك بتخسر اكتر من 90% من الموارد اللي بتحتاجها في صناعه الدرع نفسه. لو غيرت اسم الدلو الفخاري في الانفر باسم ويج هتاخد اتشيف من اسمه هاري بوتر. تعرف انك تقدر تنشف السبينج مبلول بالكامفر تقريبا اسرع من الفرن. لو حطيت بيضه السنيفر فوق الماوس بلوكر هتفقس بسرعه عكس لو حطيتها فوق الكامفاير هتاخد ساعات. تعرف انك لو سميت السنيفر شيرفين تقريبا هينور. تعرف ان الزواج المظلم بيوقف ضوء البيكون. باضواء البيكون تقدر تعمل سجن لكن تقدر تعدي منه. الرافجر رغم انه ضخم وقوي لكن بيخاف من الارانب. ده شكل الزومبي الغرقان اللي احنا عارفينه وده شكل الزومبي الغرقان اللي كانوا ناويين يضيفوه ميكس من الزومبي والسكيلتون. الزومبي العادي لما بيغرق بيتحول للشكل ده اما الزومبي الصحراء بيتحول للزومبي العادي. القطه لو وقعت على دريب ستون مش هتموت. النمتاجات المشهوره مش بتاثر في الحبار. القطط مش بتغرق خالص وبتنزل في الماء بوضعيه الجلوس وده كعكس الواقع خالص. دي اشكال منازل جديده في ماينكرافت من الخشب البردي والبامبو. تعرف انك تقدر تعمل اندسايد في الكرافتنج تيبل. في نسبه 99% اللي بيشوفوا الفيديوهات بتاعتي مش بيشتركوا للاسف. اشتركوا دلوقتي حالا. لو عندك معلومه غريبه جدا اكتبها في التعليقات وابهر الكل بخبرتك في ماينكرافت. وبس كده الحلقه الثالثه. اضغط اليمين لمشاهده جميع الحلقات اغرب 100 معلومه والضغط على الشمال لمشاهده سلسله ماينكرافت هاردكور.